أفاد ناشطون بأن المعتقلين في سجن حماة المركزي أفرجوا عن قائد شرطة حماة، وذلك مقابل إعادة النظام للكهرباء والمياه. وبحسب الناشطين فإن الاتفاق بين الجانبين نص أيضا على الإفراج عن 70 معتقلا من السجن، على أن يلتزم النظام بالاتفاق السابق بالإفراج عن باقي المعتقلين خلال الأيام المقبلة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب الصحفي والناشط الحقوقي السوري شيار خليل. مرحبا بك سيد شيار، هل انتهى الاستعصاء في سجن حماة المركزي وما التفاصيل عن الاتفاق الجديد بين السجناء والنظام؟ مرحبا بك عزيزي. تم الإفراج كما قلت في تقريرك عن قائد شرطة حماة، أول عميد مدير السجن، برغبة من السجناء، يعني برغبة من المعتقلين. معتقلين أرادوا كحسن نية بأن يفرجوا عن هؤلاء، وكان وعد قائد الشرطة لهم عن طريق وزير الداخلية بأن يعودوا إلى الإفراج من جديد عن المعتقلين، ووعدهم بالإفراج عن 70 معتقلا كدفع أولى خلال هذين اليومين. وكانت من ضمن الوعود أيضا عودة المياه والكهرباء والاتصالات والطعام إلى السجن. طيب ما الضامن، ما الضامن لالتزام النظام والمياه إلى السجن؟ سيد شيار. ما الضامن لالتزام النظام بالاتفاق الجديد، وخاصة أنه يتضمن تطبيق الاتفاق السابق بإخراج كافة المعتقلين؟ عزيزي ليس هناك ضامن، هذا النظام يعني يغدر في كل لحظة بالسوريين. نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا للأسف، لأن كل العالم متواطئ مع هذا النظام. نحن ناشدنا كافة المنظمات الدولية ومكتب ديمستورا والأمم المتحدة لكي يقفوا مع معتقلين حماة، لم يفعلوا ذلك، لم يقدم أحد المساعدة للمعتقلين. المعتقلون هم الذين فاوضوا عن أنفسهم، هم الذين أفرجوا عن 161 معتقلا من داخل سجن حماة، وهم الآن اتفقوا مع قائد شرطة حماة بأن يكون هناك هدنة، يعني لكي نكون واضحين، هي هدنة جديدة وليس فك للاستعصاء. هناك هدنة خلال عدة أيام يمتحن فيه النظام إن سيفرج عن معتقلين جدد أم لا. طيب إن لم يفرج، ما هي الخطوات الأخرى مثلا؟ المعتقلون هم في حالة استعصاء إلى أن يفرجوا. حاليا كافة الأجنحة وكافة الغرف بيد المعتقلين، أقفلوا الباب وقالوا لن نسمح للشرطة بالدخول إلى الداخل، لن نذهب إلى المحاكم، أضربوا عن المحاكم والذهاب إلى دمشق إلى أن يفرج عن هؤلاء المعتقلون. نحن بدورنا يجب أن نضغط إعلاميا ونضغط دوليا على الهيئات والمنظمات الدولية لكي تضغط بهذا الاتجاه، ونوجه وجهنا رسالة إلى ديمستورا، ونجدد هذه المطالبة للسيد ديمستورا ومستشارة المعتقلين في مكتب ديمستورا السيدة إيفا بأن يلتزموا بما تحدثوا به من خلال جلسات جنيف بأمور المعتقلين ومواضيع المعتقلين، تحديدا سجن حماة. ما جرى في سجن حماة لم يجرى في كل ثورة سورية. 161 معتقلا، المعتقلين هم فوضوا عن أنفسهم وأفرجوا عن هؤلاء. يجب أن نضغط وأن نوضح الصورة للعالم بأكمله أن هناك معتقلون تحت الأرض، هؤلاء في سجن حماة يستطيعون أن يستعصوا ويصل صوتهم إلينا، ولكن هناك الكثير من المعتقلين تحت الأرض. والنظام، لكي أكون واضحا معك، النظام يحاول أن يلعب على هذه النقطة، ويبدو أن النظام فهم اللعبة سمح باستخدام الجوالات والاتصالات لكي ينقل صورة للمجتمع الدولي أن هناك معتقلين يتواصلون مع العالم الخارجي، وهناك نوع من الحرية داخل السجون السورية، وهذا كلنا نعلم أنه كذب. السجون المدنية تختلف عن السجون الأمنية والعسكرية التي تقبع تحت الأرض، فدمشق كلها تحولت إلى معتقلات تحت دمشق. نعم، شكرا لك الصحفي والناشط الحقوقي السوري شيار خليل.